عينات القلب الخرساني، كور الخرسانة أو الكونكريت كور، واحد من أهم اختبارات الخرسانة وأخطرها، لأنه اختبار متلف للخرسانة destructive test، يعني بيأثر بالسلب على أداء العنصر الخرساني، علشان كده ما بنلجأش ليه إلا في حالات الضرورة القصوى. فيا ترى إيه هي الحالات دي وإيه هي الاحتياطات اللازمة عند أخذ عينة الكور وعمل الاختبار؟ كل الحاجات دي هنعرفها إن شاء الله في الفيديو ده، فتابعوا للنهاية. ورجاء ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس، ويا سلام بقى لو عملتوا لايك للفيديو وسبتم تعليقات أسفل الفيديو، سيبوا في الكومنتات آرائكم في الفيديو واستفساراتكم وكمان الموضوعات اللي حابين أتكلم عنها في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بنلجأ لاختبار الكور بتاع الخرسانة في واحدة من ثلاث حالات. الحالة الأولى إن عينات الخرسانة اللي هي مكعبات الخرسانة أو اسطوانات الخرسانة ما حققتش الإجهاد المطلوب بعد 28 يوم، يعني لما جينا نكسر القوالب أو الاسطوانات بعد 28 يوم جابت مقاومة أقل من المقاومة المطلوبة. الحالة الثانية إن في الأساس مفيش عينات اتعملت أثناء صب الخرسانة، يعني مفيش مكعبات ولا اسطوانات علشان نختبرها، وبالتالي محتاجين إننا نتأكد إن الخرسانة دي محققة المقاومة المطلوبة، فبنلجأ لاختبار الكور، بناخد كور من الخرسانة القائمة أو من العنصر الإنشائي علشان نتأكد إنه محقق المقاومة المطلوبة. الحالة التالتة إن المبنى بنعمل له تقييم إنشائي علشان النشاط بتاع المبنى ده هيتغير من سكني مثلا إلى مدرسة أو مستشفى، وبالتالي الأحمال هتتغير، فمحتاجين إننا نقيم المنشأ ونشوف هيتحمل الأحمال الجديدة ولا لأ، أو إن المبنى هيضاف إليه أدوار إضافية، وبالتالي محتاجين نتأكد إن هو المبنى يقدر يشيل الأدوار الإضافية دي ولا لأ، أو المبنى حصل فيه تدهور أو إتلافات نتيجة حريق أو نتيجة تفاعلات كيميائية، ومحتاجين نشيك على جودة الخرسانة وندرس الأمان بتاع المبنى ونشوف المبنى ده هيكمل ولا محتاج يتزال ولا محتاج يتعمل له رفع كفاءة ولا محتاج يتعمل له إعادة تأهيل، وبالتالي بناخد عينات القلب الخرساني علشان نقدر نعمل جادجمنت أو نحكم على الخرسانة ونقول إن هي صالحة وتقدر تكمل ولا هيكون عندنا في مشاكل. والاختبار ده بيعتبر أقل تكلفة في اختبارات الخرسانة علشان نقدر نحكم منه على الخرسانة ونقيمها ونعرف بعض الخصائص بتاع الخرسانة زي أحجام السن الكبير والسن الصغير اللي هو الركام، ونسبة كل واحد منهم قد إيه، وتجانس الخرسانة ونسبة الدمك بتاعتها والفراغات اللي موجودة جواها كبيرة ولا لأ، والنفاذية، وخصائص أخرى كتير ممكن نقدر نعرفها من عينة القلب الخرساني. قبل ما ناخد عينات القلب الخرساني يفضل عقد اجتماع لكل الجهات المعنية بالموضوع، ويفضل إن الاجتماع ده يكون في الموقع اللي هناخد منه عينات القلب الخرساني علشان نحدد الهدف من أخذ العينات وعدد العينات اللي هناخدها ومكان العينات اللي هتتاخد والإجراءات اللي هتتاخد في حالة إن الخرسانة ما حققتش المقاومة المطلوبة. وممكن من خلال الفحص البصري نقدر نحدد الأماكن اللي فيها عيوب أو الأماكن اللي موضع شك علشان ناخد منها العينات ونقدر نحكم عليها بشكل كويس. وزي ما وضحت في الفيديو اللي اتكلمنا فيه عن جهاز الكشف عن حديد التسليح اللي هو الستيل بار ديتكتور، هتلاقوا الرابط بتاعه هنا أو هنا تقريبا. فالاختبار ده بنقدر نحدد منه أماكن التسليح علشان وإحنا بناخد عينات القلب الخرساني نتفادى السياخ بتاع الحديد أو حديد التسليح قدر الإمكان، علشان ده طبعا بيقلل من أداء العنصر الخرساني وطبعا هيقلل من المقاومة اللي هتجيبها عينة الكور لما نيجي نختبرها. يعني كل ما هيزيد عدد الأسياخ اللي موجودة في عينة القلب الخرساني هيقلل قيمة المقاومة أو قيمة الإجهاد اللي هي هتجيبها عند الكسر، وعلشان كده بنعمل تصحيح لقيمة المقاومة بتاع الخرسانة أو بتاع القلب الخرساني نتيجة وجود أسياخ من الحديد، وطبعا ده هنتكلم عنه في الفيديو اللي هنتكلم فيه عن حسابات الكور بتاع الخرسانة. ولو التصحيح ده اتسبب إن قيمة المقاومة اتغيرت بنسبة
أعلى من 10%، فالعينة دي بتهمل النتيجة بتاعتها. علشان كده يفضل إن العينة تكون خالية تماما من أسياخ الحديد، علشان كده بنستخدم الستيل بار ديتكتور علشان نتفادى أسياخ الحديد قدر الإمكان. وهنا في حاجة مهمة جدا، وهي إن قيمة المقاومة لعينة القلب الخرساني المجهزة بشكل كويس جدا قد تختلف عن قيمة المقاومة لباقي العينات من نفس العنصر الخرساني بمقدار 6%، بخلاف عينات المكعبات. المكعبات ممكن العينات لنفس الخرسانة تختلف بمقدار 3%. علشان كده كل ما زودنا عدد العينات بتاع القلب الخرساني، كل ما زادت اعتمادية النتائج بتاع متوسط قيم المقاومة. يعني لما زود عدد العينات وطلع متوسط المقاومة للعينات كلها، بيكون المتوسط ده أكثر اعتمادية. علشان كده المفروض إن أنا يكون عندي عدد للعينات، عدد ستاندر باخده على أساس حجم العنصر الإنشائي. فلو كان عندي مثلا عمود صغير المقطع، فممكن تكفي عينة واحدة للحكم على الخرسانة بتاعته. أما لو كان الاختبار بغرض الحكم على صلاحية العنصر الإنشائي، وكان حجم العنصر الإنشائي ده أقل من أو يساوي 150 متر مكعب، فهياخد 3 عينات قلوب خرسانية فقط. لو زاد حجم العنصر الإنشائي ده عن 150 متر، فالكل 50 متر زيادة بعد ال 150 متر الأولى هياخد عينة زيادة. يعني لو كان 200 متر مكعب يبقى هياخد 4 عينات، 250 هياخد 5، 300 يبقى هياخد 6 عينات. أما لو كان الهدف من الاختبار هو ضبط جودة الخرسانة، فلو كان العنصر الإنشائي حجمه أقل من أو يساوي 250 متر مكعب، فهاخد 3 عينات قلب خرساني. ولو زاد حجم المنشأ عن 250 متر مكعب، فالكل 100 متر زيادة بعد ال 250 متر الأولى هاخد عينة. يعني لو كان حجمه 250 هاخد 3 عينات، حجمه بقى 350 هاخد 4، حجمه بقى 450 هاخد 5 عينات. أما بالنسبة لقطر العينة، فيفضل إن قطر العينة أو الأسطوانة اللي أنا بقطع بيها اللي هي سكينة القطع يكون قطرها 100 ملي، القطر الداخلي يكون 100 ملي، في حالة إن المقاس الاعتباري الأسمى للسن أو للركام هو 1 بوصة، ويفضل إنها تكون 150 ملي في حالة إن المقاس الاعتباري الأسمى للركام اللي هو أكبر حجم لحبيبات السن مقاسه 40 ملي. ويفضل في العموم إننا نستخدم سكينة القطع اللي قطرها 150 ملي، لأنها بتدي نتائج أكثر دقة وأكثر اعتمادية. أما بالنسبة لطول عينة القلب الخرساني بالنسبة للقطر، فيفضل إن طول العينة يكون بالنسبة لقطر العينة بيساوي 1. يعني لو قسمت طول العينة على قطرها يساوي 1 إلى 2، يعني ما يزيدش عن 2. ويفضل جدا، أو ده الموصى به، إن الطول بالنسبة للقطر يكون بيتراوح من 1 لـ1.2. يعني لو قطر العينة 100 ملي على سبيل المثال، يبقى طول العينة المفروض أو الموصى به إن طول العينة يتراوح من 100 ملي لـ120، بس ما يزيدش عن 200 ملي. أثناء ما بنقطع عينة القلب الخرساني، المفروض نتأكد إننا مثبتين الماكينة القطع بشكل كويس جدا، وإنها ما بتتحركش أو بيحصل فيها ميل، وإلا هنحصل على عينة قلب خرساني منحنية هتدي قيمة للمقاومة أقل من القيمة الفعلية. هنتأكد إن ماكينة القطع اخترقت الخرسانة لحد العمق المطلوب، ونبدأ بعد كده نطلع عينة القلب الخرساني باستخدام أزميل أو مفك أو أي أداة علشان نطلع بيها العينة. ومفيش داعي إننا نخترق الخرسانة لأعماق زايدة علشان ما نقطعش حديد التسليح بدون فايدة ونأثر زيادة على العنصر الخرساني. بعد ما بنطلع عينة الكور من مكانها، المفروض إن المكان ده بيتملى بمونة أسمنتية بتكون عالية المقاومة، أو بيتملى جراوت، أو بنكون مجهزين له عينة خرسانة أسطوانية بنفس القطر وباستخدام الجراوت، وبنبدأ نلف عينة الخرسانة ديت واحنا ماليين الحفرة جراوت، ونبدأ ندخل الاسطوانة ديت وهي بتدور علشان ندخلها في المكان ده ونقفله بشكل كويس. بعد ما طلعنا عينات القلب الخرساني، المفروض هيتسجل عليها كل البيانات المتعلقة بيها، زي اسم أو كود بتاع العنصر الخرساني، واتجاه الحفر بتاع العينة كان أفقي ولا رأسي. بعد كده العينات دي بتتنقل للمختبر،
وبيتم تسوية النهايات بتاعتها باستخدام حجر بري أو باستخدام منشار قطع الخرسانة، وبعد كده بتعمل لها تغطية للنهايات بتاعتها اللي بنسميها كابنج باستخدام الجبس أو باستخدام الكبريت. ودول طريقتين اتكلمت عنهم في فيديوهين سابقين قبل كده، هسيب لكم الرابط بتاعهم أسفل الفيديو، شوفوهم علشان تعرفوا الكابنج بيتعمل إزاي. قبل ما بنعمل الكابنج هنسجل وزن العينة بعد ما سوينا النهايات بتاعتها قطعناها، هنسجل وزنها علشان نحسب الكثافة بتاع الخرسانة عن طريق إننا نحدد حجم عينة الكور، إما باستخدام الأبعاد إننا نقيس الطول والقطر بتاع العينة ونطلع حجمها، أو عن طريق الغمر إننا نغمر العينة لمدة 24 ساعة تتشبع في المية، وبعد كده نجيب الوزن بتاعها في المية ونجيب الوزن بتاعها مشبعة جافة السطح ونطلع الحجم بتاع العينة، أو زي ما قلت من خلال الأبعاد القطر والارتفاع بتاع العينة نقدر نجيب حجمها، ومعانا الوزن هنجيب الكثافة بتاع الخرسانة. بعد ما عملنا الكابنج للعينة وسوينا النهايات بتاعتها هناخدها مباشرة ونروح بيها على ماكينة التكسير اللي هي الكمبريشن ماشين، ونبدأ نحط العينة بعد ما ننظف النهايات بتاعتها من أي مواد أو رمل ممكن يكون ملتصق بيها. وطبعا فايدة الكابنج هنا إن أنا بعمله علشان أسوي النهايات بتاعتها ويكون السطح بتاعها أملس بقدر الإمكان علشان الحمل يكون متوزع على السطح كامل، وبعد كده ببدأ أطبق الحمل على العينة تدريجيا بمعدل 2 من 10 إلى 4 من 10 نيوتن على الملي متر لحد ما العينة تتكسر، وأبدأ أسجل مقاومة الكسر أو إجهاد الكسر. بعد كده المفروض إن أنا بلاحظ شكل العينة أثناء الكسر، إيه اللي حصل علشان لو فيها أي مشاكل في الكسر بتاعها المفروض إن أنا بسجلها، الشروخ اللي بتكون ظاهرة في العينة بعد الكسر حوالين العينة بشكل كامل دي الشكل الصحيح للكسر بتاع العينة. المفروض ان مادة الكابنج اللي انا عامل بيها تغطية للبداية والنهاية بتاع العينة ما يكونش حصل فيها شرخ او انفصلت عن العينة، علشان لو حصل الموضوع ده يبقى ده هو اللي عمل انهيار والعينة ما كانتش انهارت بالفعل، وده اللي خلى ماكينة الكسر تفصل وتقف وتجيب ان دي اقصى حمل اتحملته العينة. بعد كده الخرسانة هتكون مقبولة في حالة ان العينات او المتوسط بتاع مقاومة العينات كلها حقق 75% من المقاومة المطلوبة بالنسبة للخرسانة المسلحة، و80% بالنسبة للخرسانة سابقة الإجهاد، و80% بالنسبة للخرسانة سابقة الإجهاد، بحيث إن مفيش أي عينة مفردة تكون القيمة بتاعتها جابت أقل من 65% بالنسبة للخرسانة المسلحة و75% للخرسانة سابقة الإجهاد، يعني متوسط العينات يحقق 75% للخرسانة المسلحة و80% لسابقة الإجهاد. لو ببص على قيمة بتاع عينة واحدة ما ينفعش إن هي تكون جابت أقل من 65 بالنسبة للخرسانة المسلحة، والخرسانة سابقة الإجهاد تكون جايبة 75%. بالشكل ده أكون وصلت لنهاية الفيديو وقلت كل اللي عندي، لو في معلومات نسيت أقولها أو سقطت مني وانتم عارفينها رجاء اكتبوها في الكومنتات علشان كل الناس يستفيدوا وانا استفيد كمان، ولو عندكم اي استفسارات او موضوعات حابين اتكلم عنها في الفيديوهات الجاية رجاء سيبوها في الكومنتات، بتسعدني جدا الكومنتات بتاعتكم وكلامكم الجميل، وبيسعدني اكتر السبسكرايب في القناة لانه اكبر دعم بتقدموه فعلا للقناة وبتقولولي كمل، ويا سلام بقى لو عملتوا لايك للفيديو. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.